رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والمشايخ والوجهاء في مديريتي السبعين والصافية في العاصمة صنعاء بحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. في اللقاء حيا الأمين العام قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والوجهاء والمشايخ في مديريتي السبعين وحي الصافية، ناقلا إليهم تحيات قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وعلى رأسهم الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام. مديريتها السبعين والصافية بأمانة العاصمة ودوائرها الانتخابية الأربع السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة تجدد الثبات على الموقف مع وإلى جانب الوطن ضد العدوان الغاشم، وتؤكد أن الدماء والأرواح لن تكون أغلى من ذرة من ترابه. جاء ذلك في اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في مديريتي السبعين والصافية الذي ترأسه الأستاذ عارف الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وبحضور الأستاذ ياسر العواضي الأمين العام المساعد وعدد من أعضاء اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والوجهاء والمشايخ والقيادات. وفي اللقاء أشار الأمين العام إلى رمزية السبعين لدى اليمنيين في انتصاراتهم على أعداء الثورة والجمهورية في ستينيات القرن الماضي. كم نحن سعداء اليوم ونحن نلتقي في هذا الساحة التي تقع في مديرية السبعين، فما أجمل كلمة السبعين، السبعين التي هزم فيها حينها أعداء الثورة أعداء الجمهورية. في الستينات هزموا في السبعين، وكان تاريخ ناصع لشعبنا اليمني. اليوم ستتكرر الملحمة وسيهزم أعداء الوطن وسيهزم العدوان القاشم على شعبنا اليمني العظيم. فسيرسم شعبنا اليمني ملحمة أخرى في ملاحم البطولة والشرف، وسيكون قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في المقدمة. فكم نحن نعتز بهذا التنظيم الرائد، كم نحن نعتز بتنظيم اسمه المؤتمر الشعبي العام، تنظيم يؤمن بالديمقراطية، يؤمن بالحوار، يؤمن بالاعتدال، يؤمن بالشراكة الحقيقية مع الآخرين. صدورنا متسعة للجميع، لا تضيق صدورنا من الرأي والرأي الآخر، لا تضيق صدورنا بالآخرين. ندرك أن هذا الوطن لا يبنى إلا بسواعد كل أبنائه. الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام دعا قيادات وأعضاء المؤتمر أن يظلوا كما عهدهم المؤتمر عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم. أدعوكم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام أن تكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقكم، فأنتم حزب الرائد، أنتم حزب كبير، أنتم حزب هذا الوطن، فعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نتحمل الصعاب وأن نتحمل المشاق، ونحن على استعداد أن نتحمل كل الصعوبات من أجل وطننا، أن نتحمل كل الصعوبات من أجل بلدنا، من أجل شعبنا. أيدينا ممدودة للحوار، أيدينا ممدودة للسلام. نعم نحن أقوياء بكم بقواعدنا الأبية، بقواعدنا الصامدة، بقواعدنا البطلة التي أثبتت خلال الفترات الماضية أنها فعلا صمام الأمان لحزبهم الرائد ولوطنهم. أشكركم على مواقفكم وأدعوكم إلى مزيد من الصبر وإلى مزيد من التلاحم وإلى مزيد من الصمود وإلى مزيد من رص الصفوف ورص صفوف الوحدة الوطنية الداخلية. قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في المديريتين ألقت كلمات أكدت أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على درب الوفاء للوطن
والتضحية في سبيله مضون. ومن هنا نؤكد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتنظيمها بالشكل الصحيح عبر تجسيد الشراكة الحقيقية بين كافة أبناء الشعب للوقوف سد المنيع ضد قوى الاستعمار والاستكبار الهمي والبربري، والتي تسعى جاهدة لتركيع الشعب اليمني والذي لن يركع ولن يذل. المؤتمر الشعبي العام ليس مجرد حزب سياسيا، ولكنه أيضا جسر متين يدعم كل الأحزاب السياسية، وبفضله ستتجسد العملية الديمقراطية وسنستعيد مجد هذا الوطن كما كان. وسيكون المؤتمر الشعبي العام هو عنوان للمنجزات وعنوان لبناء الوطن حاضره ومستقبله، فلن يكون أبدا المؤتمر الشعبي العام مخربا أو مفتتا أو مجزئا للوطن، بل كان وحدويا حتى النخاع. إننا هنا نفخر بجيشنا اليمني العظيم وباللجان الشعبية الذين يعني مارسوا الوغى في كل الجبهات وأثبتوا أن الجيش اليمني وأن الرجال اليمنيين قادرون على أن يحققوا النجاحات رغم القوى العاتية التي حاولت أن تسحق اليمن بكل ما أوتيت من قوة ومن أسلحة ممنوعة في هذه الدنيا. الشاعر صالح القصاد ألقى قصيدة شعرية أشاد فيها بمناقب المؤتمر والزعيم ووقوفهم إلى جانب الوطن. أكد الرئيس مؤتمر الرئيس السابق علي إن اليمن يعتاد يرد الجمل دايم فارحون أبو حمد دين جبل الثروات في الربع الخلي، وحد وطورنا وصدرنا ورسمنا وسددنا الديون، لانا لا ذا شمالي أو جنوبي، منجزاته في يمننا كامل، من يجحده خاسر وشعبه كل حد عنده عيون. مديرية السبعين والصافية بأمانة العاصمة جاءت قياداتها ووجهاؤها ومثقفوها ليؤكدوا أنهم لم ولن يقفوا إلا كعادتهم إلى جانب اليمن مدافعين عن سيادته وثوابته الوطنية، وذلك هو حال أبناء الشعب اليمني قاطبة الذين يؤكدون على الدوام أنه لا أغلى من الوطن، وأن على من يعتدي على ترابه الطاهر أن يراجع حساباته. فذرة رمل من بلادي فداؤها حياتي ولن تغلى الحياة لها ثمن. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، صنعاء. إلى ذلك أكد مشايخ ووجهاء مديرية السبعين والصافية في العاصمة صنعاء رفضهم للعدوان والإرهاب، وأعلنوا دعمهم للوطن وصفافهم لإفشال كافة المخططات التآمرية. القبائل والشباب والرجال واليمن كامل يتلقفوا لهم من جميع النواحي من الشرق والغرب والقبلة والعدن أن يدخلوا. إيش بيكلموا أنفسهم؟ الدنيا فوضى هي، يعني معهم طائرات معهم هواء، ما يقدروا الرجال أبقى من الطائرات وأبقى من المصفعات وأبقى من المدرعات، الرجال أقوى. اليمن ذات تاريخ وذات حضارة، واليمنيين رجال، ولن يستطيع أحد أن يصيبهم مهما كان، والحرب سجال، مهما أمتلك المال والقوة الرد سيكون قريب. دعما ضد العدوان الغاشم، عدوان العالم وليس المملكة السعودية. ونحن الآن المؤتمر الشعبي العام إما أن يكون وإما أن لا يكون، فنحن حاضرين، والشعب اليمني بأكمله وسيحضر في 26 بأكمله. الشعب اليمني الذي يمثل 98% من الشعب اليمني. نحن درع للزعيم علي عبد الله صالح إن شاء الله، وإلى النصر إن شاء الله. نحن ضد العدوان وسنضحي بكل ما نملك، ونحن درعا للزعيم وللوطن وبالروح بالدم نفديك يا يمن. ندين ونستنكر العدوان الغاشم الذي استهدف الشعب والمواطنين والأطفال والنساء وأيضا البنية التحتية للوطن، وطننا العربي، وطننا اليمني. فنحن بالنسبة لنا سنبقى صامدون من أجل الوطن حتى لو كلفنا هذا دماءنا. الجماهير اللي قادمة إلى هنا تقول للعدوان، تقول لحلف الخساسة والنجاسة، اليمن موجود وشعب اليمن موجود، ونحن مع الزعيم القائد علي عبد الله صالح. يا شوامخ يا جبال تناقزي، والمؤتمر حزبي
ورمزي خيل خياله علي فالجمل والفردي تحيه توصل الرمز الأبي حامي حمل وحده ومسمي بالزعيم الوحدوي ثابت ومتحدي ثابت ومتحدي وكل الشعب جاهز في يدي حاكم على أرضي ويا ويل العدو الأجنبي. أناشد كل منظمات الحقوقية عن تشوف الظلم الذي على الشعب اليمني هذا. نوجه جهودنا والصمود نحو العدوان السعودي ونتمنى أن يستمعوا لقول الزعيم علي عبد الله صالح ويعودوا إلى عقولهم ويعودوا إلى السلم والسلام ما لم فسنجرحهم السم والعلقم. نحن نقول بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا صنعاء وعدن.